كان نعم الرفع اليوم رفع كان رفع إداري بعيد تمام البعد عن ما تصورون. إن شاء الله على جلسة يوم بعد سوف يكون أول البرنامج القراءة الأولى للعرض العام إن شاء الله. طيب، ما سر إصرار بعض الكتل على تمرير قانون الأحوال الشخصية في وقت ما يزال القانون الحالي نافذا ولا توجد أي مشكلة فيه سيد محمد؟ يعني قضية القانون، قضية التشريعات، هذه قضية مناطة بالمناقشة وقبول أعضاء مجلس النواب من عدمه، وأصبح قضية القانون الأحوال الشخصية مطلب من جهات كثيرة على مجلس النواب مناقشته، ويرجع الأمر إلى مجلس النواب برفع من قبوله. لكن دوركم عفوا سيد محمد، يعني أليس يجب أن يكون لكم دور واضح في الاعتراض أو تقديم اعتراض أو الموافقة على تعديل أو تمرير القانون كأعضاء مجلس نواب؟ احنا دورنا واضح، وأنا قاعد أتحدث مثل أنا أعضاء مجلس نواب. نعم. أعضاء مجلس نواب من حق أي كتلة، من حق أي جهة، من حق 10 نواب أن يقدمون أي قانون يعتقدون به مصلحة إلى جهة معينة أو مصلحة إلى المجتمع بصورة عامة، والأمر إلى مجلس النواب بمناقشته. نعم. وقبوله بالرفض. جيد. الرفض الشعبي لقانون الأحوال بات واضحا، وهذه المرة هنالك رفض من قبل نائبات داخل البرلمان العراقي. سيد محمد، ما إمكانية تمرير هذا القانون وسط كل هذا الرفض؟ أولا جنابش تعرفين كل زين، تمرير القانون يجب أن يمر بمراحل. نعم. المرحلة الأولى هي مرحلة القراءة الأولى، ومن ثم إعطاء كل الملاحظات وكذلك الاعتراضات للجنة المختصة اللي تعني بهذا القانون أو هذا التشريع أو الجهة اللي قدمت هذا المشروع، وبعدها يداولون من أجل الوصول إلى قانون يخدم الجميع. وفي حال وصوله إلى خدمة للجميع يتم موافقته في داخل مجلس النواب. طيب، بشأن قانون العفو العام، ما إمكانية قراءة مشروع القانون قراءة أولى في جلسة الغد سيد محمد؟ يعني أنا أعتقد الموجود على جدول مجلس النواب، وقراءة القراءة الأولى حتمية ستكون يوم غد. إذا أعتقد يعني اليوم، نعم، أعتقد اليوم قانون العفو العام قانون مطلب للجميع، لكن على الجميع أن يفهم أنه هذا القانون لا يمكن أن يسامح من قتل ومن سفك الدم العراقي. نعم. إذا سيد محمد الزيادي عضو مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا لك.